جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع منشط. بداية منشط مع صحف دمشق وما حملته لهذا اليوم من عناوين رصدت فيها التطورات العسكرية والسياسية، فنقرأ أبرز ما جاء في صحيفة الثورة لهذا اليوم من عناوين وكانت على الشكل التالي: الرئيس الأسد لرئيس ساقفة قبرص: الهجمة الإرهابية تستهدف نشر التكفير والتطرف وضرب النسيج الاجتماعي. الجيش يتقدم في الليرمون بحلب، سوريا تدين العدوان الإسرائيلي السافر، محاولة يائسة لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة. بوتين: ضرورة محاربة الإرهاب بموازاة الجهود السياسية. لافروف: مطلقو الدعوات المنافقة لتغيير الأنظمة محدودو التفكير. اعتقال 40 من قيادة الأكاديميات الحربية و42 صحفيا و350 موظفا في الخطوط الجوية، وتهديد بإقالة عدد من السفراء. والجعفري: إنهاء معاناة السوريين لا يتم بالابتزاز السياسي بل بمكافحة الإرهاب. نبقى في أروقة الصحافة السورية لهذا اليوم ونطالع أهم ما جاء في صحيفة الوطن من تحليلات سياسية لمستقبل محادثات جنيف وغيرها من الملفات التي نقرأها إذن في صحيفة الوطن السورية. استئناف جنيف على طاولة ديمستورا مع الروس والأمريكيين اليوم وغدا، موسكو من يدعو إلى تغيير النظام ذو أفق ضيق. الأمم المتحدة تدعو لهدنة 72 ساعة كل أسبوع. والجعفري: الحل بإنهاء الإرهاب. الجيش يطهر 33 معملا في الليرمون بحلب. موسكو تمديد التعاون أو تمد يد التعاون للعرب في وجه الإرهاب، التصدي له بموازاة تسوية الأزمة في المنطقة سياسيا. قواتنا المسلحة استهدفت داعش والنصرة في درعا ودير الزور. قذائف الإرهاب تتساقط على دمشق لليوم الثاني والجيش يرد. تفاؤل روسي بتقدم ورضا عن بداية تقارب مع واشنطن بخصوص تعريف التنظيمات الإرهابية. بينما عناوين صحف بيروت لهذا اليوم فقد تنوعت في اختيار الملفات، إلا أن صحيفة الأخبار سلطت الضوء على خطة الحرب التي سربتها التنظيمات الإرهابية قرب صيدا والتي تتعامل معها القوى الأمنية الرسمية وعلى رأسها الجيش بجدية كبيرة، إضافة لملفات أخرى نقرأها في صحيفة الأخبار اللبنانية وكانت فيها العناوين على الشكل التالي: خطة حرب وانتشار إطلاق انطلاقا من المخيم، تتعامل معها القوى الأمنية بجدية كبيرة. عين الحلوة: حرب استباقية على الجيش. فضائح المحكمة الروحية: بابا روما يتدخل. فضائح وانقسامات تسبق مؤتمر الديمقراطيين. نواكشوط تعري الفراغ العربي. قمة الساعات الست تنتهي بإعلان باهت. تركيا: التصفيات مستمرة وعديد القوات المسلحة إلى النصف. ولوس أنجلوس تايمز: السلاح النووي موجود في أنجرليك وهو في خطر. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية أيضا، والتي انتقدت بشدة القمة المنعقدة في نواكشوط، إضافة لفتحها تطورات الملف السوري، فنقرأ من صحيفة البناء اللبنانية أبرز العناوين والتي كانت على الشكل التالي: قمة عربية لتغطية دولة غزة، واليوم تطلق صفارة التفاهم الروسي الأمريكي. سلام لصندوق عربي للنازحين السوريين ولا لتصنيف حزب الله إرهابا. حوار آب ومحاولة اختراق للجمود من بوابة صيغة مجلسي نواب وشيوخ. اليمن يسقط أباتشي للتحالف السعودي. تركيا مقتل 3 من أفراد الشرطة. ألمانيا: داعش يتبنى هجوم أنسبخ. وبرلماني روسي: انتخاب ترامب سيوفر فرصا جديدة للعلاقات مع واشنطن. بينما طغت الحوادث الإرهابية والأمنية أيضا في عناوين صحف تونس لهذا اليوم، والتي نطالع منها ما جاء في صحيفة الشروق. إذن أبرز ما حملته هذه الصحيفة التونسية من عناوين: انتحل صفة ضابط مخابرات فانكشف أمره. داعشي أهدى أمه لمهرب ليبي مقابل أسلحة. القبض على 5 دواعش. إغلاق محطة مترو في ميلانو الإيطالية. ارتفاع حصيلة مجزرة طوكيو إلى 19 قتيلا و45 جريحا. ارتفاع شعبية أولاند بعد
هجوم نيس وتركيا تقرر حل الحرس الرئاسي. أما بالانتقال إلى صحف الأرض المحتلة لهذا اليوم، نجد بأنها ركزت على دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفع دعوة ضد بريطانيا لإصدارها وعد بلفور. فنقرأ من صحيفة الأيام أبرز العناوين التي جاءت فيها والتي كانت على الشكل التالي: الرئيس يحذر من التطبيع قبل إنهاء الاحتلال ويندد بالرباعية لمساواتها بين الضحية والجلاد. إقرار مشروع استيطاني جديد في القدس اليوم ومخطط لتسييج جبل الزيتون وإقامة مشاريع فيه. بوتين: الوضع القائم حول القضية الفلسطينية غير مقبول. العليا الإسرائيلية تطالب النيابة توضيح سبب مواصلة احتجاز جثامين الشهداء. إسرائيل معنية بالوساطة بين قبرص وتركيا حول الغاز. مقتل 12 شخصا وإصابة 37 في هجوم انتحاري شمال بغداد تبناه تنظيم داعش. ورئيسة وزراء سكوتلندا تخشى خروجا كاملا لبريطانيا من أوروبا. صحف العراق لهذا اليوم ركزت على عدة ملفات محلية وأخرى عربية، فيما سيطر على عناوينها الهجمات الإرهابية وآخر التحقيقات بشأنها. فنقرأ من صحيفة الزمان العراقية ونختم بها منشط لهذا اليوم، وكانت فيها العناوين على الشكل التالي: تشيكيا تنهي تدريب طيارين عسكريين عراقيين. مقتل 12 في هجوم انتحاري بديالة وتفكيك مفخخة شمالية بغداد. اجتماع بين روسيا وأمريكا والأمم المتحدة بشأن سوريا في جنيف. رئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري: القاهرة لن توافق على منح كولن اللجوء السياسي. وزير ألماني منفذ هجوم أنسبخ بايع داعش. والقطاعات المشتركة تستكمل استعداداتها لتطهير الموصل. مشاهدينا، إلى هنا ننهي منشط وننتقل إلى تقرير لأهم تناولته أقلام الكتاب في إصدارة اليوم، لنتابع. كتبت الوطن العمانية في تعليقها الرئيسي اليوم: ما يتوالى من هجمات إرهابية في أوروبا يعبر عن أخطاء فادحة ارتكبت ولا تزال ترتكب بحق آفة الإرهاب، سواء من حيث مواصلة دعم هذه الآفة بعنوانها العريض الخادع معارضة معتدلة، أو من حيث المراهنة على غيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة كداعش والنصرة في تدمير مراد استهدافها، أو من حيث غياب الإرادة الحقيقية والصادقة لمحاربة الإرهاب وعدم وقوف الولايات المتحدة والدول الغربية المدعية محاربة الإرهاب وقفة صادقة ومراجعة سياساتها حيال ذلك، وهو ما يعني استمرار المشاهد الدموية والكوارث والمآسي بحق الشعوب والمدنيين. كتب مصطفى المقداد في صحيفة الثورة السورية: العالم ينتظر انعقاد جولة جديدة في جنيف لن تكون ناجحة إلا إذا تم الاعتراف بأن جماعة مؤتمر الرياض لا يمثلون المعارضة ولا يمثلون أحدا من الشعب السوري، وثمة وطنيون لهم رؤى ومواقف تختلف مع الحكومة لكنها تؤمن بوحدة سوريا وسيادتها، الأمر الذي يمثل الأمل الأخير. في الخليج الإماراتية كتب يوسف مكي: يمكن القول إن انطلاق ما بات معروفاً بالربيع العربي قد شكل نقطة البداية في التغير الجوهري بالسياسة التركية من مشاكل صفر وتحسين العلاقات مع جميع جيرانها جنوباً وشرقاً إلى الانخراط بقوة في الحراك الإخواني بالدول العربية على أمل القطف سريعاً لثمار هذا الحراك. يضيف الكاتب قائلاً: لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، فقد سقط نظام الإخوان المسلمين في مصر وفي تونس، فشلت حركة النهضة في حصد أغلبية المقاعد في الانتخابات الثانية، وفي اليمن تعثر المشروع السياسي، وفي سوريا هناك ما يشبه الحرب العالمية، ورهانات تركيا على حسم سريع يوصل الإخوان إلى السلطة باتت أقرب إلى المستحيل، وفي ليبيا تحولت البلاد إلى مركز للفوضى وملاذ للإرهاب والإرهابيين. يخلص الكاتب إلى القول: الخلاصة أن تركيا الآن تتجه نحو عاصفة مجهولة لن يستطيع كبحها إلا ربان ماهر قادر على قيادة السفينة وسط الأمواج المتلاطمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. قالت الأهرام المصرية في تعليقها الرئيسي: لا تزال قضية الإرهاب ماثلة أمامنا لتعيش شعوبنا ودولنا في ظل هواجس إرهابية دائمة، ولم تعد العمليات الإرهابية
حكراً على دولة بعينها، فتلك الحوادث تعبر الدول والقارات وبدون توصل العرب لحلول ناجزة لتلك الأفة التي تهدد مستقبل الدول العربية، لن تقوم للدول قائمة مع تنامي أعداد الإرهابيين باسم الدين. جنيف يستأنف على طاولة ديمستورا مع الروس والأمريكيين والأمم المتحدة، تدعو لهدنة مدتها 72 ساعة كل أسبوع فأي جديد؟ وهل سيكون هناك تفعيل لتحالف جديد ضد الإرهاب يكون للحضور الروسي فيه كما الأمريكي؟ وبعد تبني داعش الهجمات في ألمانيا، هل سيسود مشهد متغير من التعاون لضرب الإرهاب بحضور سوري؟ التطورات السياسية مع ضيفي من دمشق عضو اتحاد الكتاب العرب نبيل نوفل. سعدت أوقاتا أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. يعني بداية، ديمستورا سيناقش جنيف مع الأمريكيين والروس، ما المتوقع وما الجديد من هذا الاجتماع؟ في الواقع دائما تعودنا على تصريحات ديمستورا ولقاءاته، المهم أن يكون هناك نوايا حقيقية عند الأمريكيين وعند الأطراف الأخرى. سوريا كما تعلم الحكومة السورية كانت جادة منذ بداية الحرب على سوريا، وضعت برنامج وطني متكامل لحل الأزمة والانفتاح على كل القوى السياسية في سوريا وإيجاد الحل الوطني المشرف، لكن المسألة هي عند الآخرين، عند الأمريكيين، عند مشاركيهم، عند أنظمة الخليج العربية المتآمرة، عند تركيا، عند القوى الإرهابية الأخرى، عند ما ما يسمون أنفسهم معارضة. المسألة إذا توفرت النوايا الحسنة، إذا توفرت الحلول الجدية، إذا أرادت أمريكا أن تخلص من حالة النفاق السياسي التي تمارسها وتخلص من دعمها للإرهابيين بشكل علني وبشكل سري، وتضع الأمور بنيات حسنة مع روسيا، وعندئذ ممكن أن نتلمس بعض الحلول. المسألة ما نشاهده الآن أن أمريكا تدلي بتصريحات كثيرة تطالب بضرب الإرهاب على أرض الواقع، تدعم الإرهاب، تدعم الإرهابيين، تدعم الدول دعم الإرهاب. لا نجد هناك ضغطا على الدول التي تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب، بل تحاول الآن أن تلعب على ما يسمى إرهابي معتدل، إرهابي مسلح معتدل إلى آخره. الإرهاب إرهاب يعني نعم، ولكن أستاذ نبيل، يعني قد يقول البعض بأن جنيف اليوم أتى بناء على ما حدث في موسكو أثناء حضور كيري ولقائه مع بوتين ولافروف هناك، يعني هل يمكن القول بأن جنيف أتى نتيجة لما حدث في موسكو هناك، من الممكن أن يكون نتائج إيجابية قد يحمله؟ أنا أتوقع أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على أرض الواقع هي التي فرضت على الآخرين أن يغيروا أو يعني يلينوا من مواقفهم. ما يجري الآن على الأرض السورية، التقدم للجيش السوري في كافة المحاور، السيطرة على معظم الأراضي، إذن هذا التقدم الذي صنعه الجيش العربي السوري، هذه الانتصارات، هذا الدور الروسي الجديد الذي فرض وقعه على الأرض، يعني أعطى متغيرات جديدة وقوة للدولة. إذا نحن أمام مشهد أمريكي مختلف. أكيد الأمريكيون يعني فرض عليهم هذا الموقف، يعني نتيجة هزائم الأطراف المشاركة بالمنطقة، سواء في السعودية أو ما حدث في تركيا، أو الهزائم والسحق العصابات الإرهابية على أرض الواقع في كافة امتدادات على أرض سوريا، فرض أن هذه القوى قد تداعت، وبالتالي ستحاول الخروج في مثل ما يقول الحفاظ على ماء وجهها، بالتعاون مع الروس من أجل أن يكون هناك انتصار على هذا الإرهاب، يشارك فيه ما يسمى التحالف الدولي، كي لا يعطى لسوريا هذا النصر، من أجل أن يكون هناك التحالف الدولي هو الذي ينتصر على الإرهاب قدر الإمكان. لكن في المحصلة يعني نتوقع، ونحن دائما في أي عمل نتوقع أن يكون هناك خير، ونعول على شركائنا الروس بأن أيضا
دائما أنه يعملون لصالح القضاء على الإرهاب. نعم أستاذ نبيل، يعني وسائل إعلام ذكرت بأن هناك تفاؤل روسي بالتقدم بالاتفاق مع واشنطن، وبناء عليه كان هناك تعريف أو مشروع تعريف للمجموعات الإرهابية من قبل واشنطن، والذي طلبت به موسكو كثيرا على أن هناك تحديد ما بين من هو إرهابي ومن هو معتدل، والذي تصفه أمريكا بأنه معتدل. هل يمكن القول بأن هذه الفكرة نضجت عند واشنطن، لذلك سيكون هناك تحديد بالفعل للمجموعات المتطرفة؟ أنا أتوقع كما تدل الأحداث أن أمريكا عندما تبعنا التصريحات الأمريكية في بداية الأزمة كانت تركز على داعش فقط، ثم ضمت إليها جبهة النصرة، الآن بدأت تتخلى عن بعض التنظيمات الأخرى. إذن أمريكا تبحث دائما عن مصالحها. المصالح الأمريكية الآن والاتفاق مع روسيا تبين أن العملية يجب أن تنتهي، هذه اللعبة، هذه الكذبة الكبيرة. الجميع تبين أنه جميعهم إرهابيون بكل تصنيفاتهم، سواء التي تدعمها السعودية أو تدعمها قطر أو تدعمها تركيا، كل من يمارس الإرهاب في سوريا فهو إرهابي، كل من يحمل السلاح ضد السلطة الشرعية فهو إرهابي. الآن صار هناك ضغط على المجتمع في أوروبا أيضا، تبين أن هذه الحكومات التي دعمت الإرهاب قد انكشفت أمام حكوماتها، وتبين أن هذه الحكومات هي تدعم جماعات إرهابية بأشكالها المختلفة تحت تصنيفات المختلفة. إذن أمريكا الآن تبحث عن مصالحها بلقاءها مع روسيا للتخلص من هذه الجماعات المرتزقة، وبالمحصلة من هم هؤلاء؟ بالمحصلة هم استعملوا للعبة معينة، للعبة سياسية لعبتها أمريكا مع حلفاء. يعني هل هذا مرتبط بما يحصل في تركيا؟ يعني هل هذا يرتبط بما يحصل في تركيا اليوم؟ أكيد، لأنه ما يحصل في تركيا هو هزة كبيرة جدا أثبتت يعني أدارت هذا النظام التركي، إرهابية هذا النظام، الأعمال الدموية التي مارسها. هو مارس أبشع أنواع الإرهاب، مارس أبشع أنواع الإرهاب على ضد شعبنا العربي السوري، والآن يمارس ضد الشعب التركي. هذا العمل الذي يقوم به الآن خارج على كل القيم الإنسانية والأخلاقية. فإذا تعرض هذه القوى، الأدوات التي استخدمتها أمريكا سواء من حكومة أردوغان أو آل سعود، هؤلاء الخونة الذين الآن كما يتسابقون لكسب ود الكيان الصهيوني، وهناك الزيارات السرية والعلنية، وهناك الدور الخبيث الذين يلعبونه في القمة العربية والتي استخدموها دائما من أجل أن تكون غطاء لتدمير العرب وشرذمة العرب وبيع قضايا العرب. هذه الأمور قد انكشفت، وهذه الأدوات قد تعرضت الآن أمام الشعب العربي وأمام الدول العالم. فبالتالي أمريكا ستحاول الخروج والبحث عن أساليب جديدة لتلتقي مع روسيا لكي تخرج من هذا المستنقع التي تورطت. نعم أستاذ نبيل، سؤالي الأخير لك بخصوص الهدنة التي طالبت بها الأمم المتحدة أو دعت إليها، وهي هدنة لمدة 72 ساعة كل أسبوع. يعني هذه الدعوات من قبل الأمم المتحدة، وخاصة بأن كل الهدن السابقة لاقت فشلا كبيرا واستفادت منها المجموعات الإرهابية لتثبيت مواقعها، كيف سيكون الرد عليها اليوم؟ دائما تعودنا أن هناك الأمم المتحدة دورها يعني ليس لها دور، هي تنفذ التعليمات الأمريكية، هي تحاول أن تبحث عن مخرج لهذه العصابات المجرمة، تخرجها من حالة الضيق الآن والحصار الذي مارسوا عليه الجيش العربي السوري، تبحث عن بعض الفرص من أجل إيصال لها بعض الأسلحة. لكننا نحن في الجيش العربي السوري بالمرصاد لكل الإرهابيين وسيلحقهم أينما كانوا، وأنا كما يعني ولن نخضع لأي ابتزاز سياسي، وحلنا واضح ورأينا واضح، القضاء على المجموعات الإرهابية أينما وجدوا هو الحل الوحيد، دون قضاء على الإرهاب والمجموعات الإرهابية لا يمكن أن ندخل في أي حل آخر، ولا يمكن أن يكون هناك حلول أخرى. فهذه الهدن يعني هي مصطنعة من أجل إنقاذ بعض ما يمكن إنقاذه من هذه العصابات، ولكن الجيش العربي السوري هو صاحي لهذه المسائل والمرصاد لكل هذه المجموعات، ويمارس دوره الوطني والقومي على أكمل وجه. نعم، شكرا لك ضيفي من دمشق واتحاد الكتاب العرب نبيل نوفل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ملان، فننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف بعد الفاصل.
كشفت صحيفة الخبر الجزائرية عن تزايد عمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى الجزائر والتي تم حجزها، حيث وصل عدد قطع الأسلحة التي حجزتها وحدات الجيش الجزائرية ما يزيد على 4000 قطعة سلاح، وذلك منذ اندلاع حرب ليبيا. وأشارت إحصائيات قيادة الدرك الوطني لارتفاع نسبة التهريب شهرا بعد آخر. أما أنواع الأسلحة التي تم ضبطها فهي رشاشات من نوع كلاشينكوف، وكذلك المسدسات بمختلف أنواعها والقنابل اليدوية والألغام المختلفة، ثم القذائف الصاروخية من نوع RPG-7. ووصل عدد أنواع الأسلحة المهربة أيضا والتي ضبطت في الجنوب وعلى الحدود مع ليبيا ومع مالي والنيجر إلى 35 نوعا. وقال مصدر أمني للصحيفة الجزائرية إن ما يثير المخاوف لدى الجيش وأجهزة الأمن هو أن تهريب السلاح تغير في السنتين الماضيتين وتحول إلى نشاط تجاري يمارسه مهربون من أجل الربح المادي، والأمر الثاني هو لجوء المهربين لتهريب أسلحة غير خفيفة مثل مدافع الهاون والقذائف الصاروخية. أهلا بكم إلى أقلام إلكترونية، حيث تناقلت مواقع الأخبار الإلكترونية ما نشرته صحيفة المصري اليوم عن تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسببت في اعتذاره عن عدم حضور القمة العربية في موريتانيا. وقالت الصحيفة بحسب المصادر دون ذكر اسمه إن عناصر تابعة لإحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة والممولة من دولة داعمة للإرهاب قامت قبل نحو شهر من الآن بزيارة مقر الإقامة المنتظر للرئيس السيسي في موريتانيا ومعاينته. وأضافت أن هذه المعلومات وصلت إلى مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية بتأمين الرئيس، وتم على الفور التحري عن هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة ومن يدعمها وتابعت. التحريات كشفت عن أن هذه الجماعة مسلحة بأسلحة متطورة جدا ولديها قناصة ماهرون، كما أن إحدى الدول تدعمها ماليا ولوجستيا رافضة الكشف عن اسم هذه الدولة. مشاهدينا نذهب الآن إلى صور بين الواقع والسخرية معنا في الفقرة التالية. مشاهدينا لرسائلكم وتعليقاتكم من نرجو متابعة صفحة البرنامج على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم غدا في نفس الموعد. إلى ذلك الوقت في أمان الله.